انتي مرتي، انتي مرتي ما نبغيش الناس يشوفوك معايا في الزنقه الدار فلانه. نبغي غير الا نمشيو للدار ما يشوفنا حتى واحد. الو يقولوا صح فقول له راني مع المدام. انتي كديري خلاص ديري ايه قلبي، وهذا ماشي العيب فيك، العيب فيا انا اللي تقت فيك، انا اللي حماره تقت فيك. قال لك غادي نسميو ولدنا يلا بصح اختك نهار اللي تصرا بيها ما تقولهاش عيش اللحظه تفيت الخموس الاخر داك اللي مش اللي مشات معاه تفرجوا فيلم وما ديروا والو غير تفرجوا فيه. انا ما موالفاش نتا اول واحد. هاي كي دايره اختي لاباس عليك بخير اش اخبارك اش كتعاودي؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير اختي. وانت كتشوفي هذا الفيديو هذا نتاع اليوم، المهم اختي بغيت نهضر لك على الموضوع نتاع الدراري كيفاش كيطيحوا البنات، وبغيت نشد فيكم حتى نتوما البنات اللي كتيقوا كاع اللي جا قال لكم شي حاجه كتيقوه. هذاك النوع يا اختي اللي كيجي عند البنت كيبقى عليها اول حاجه كيقولها صافي راه تصورتك واقفه واش باقي هاد النوع ولا نقارض غير قولي انا مزاوقه فيكم. هذاك النوع تاع صافي راه تصورتك واقفه فاش ما كتبغيش تصيفط له كيغضب. علاش يغضب؟ كتقولي شحال محلاش حنا قالت لاختي واحد قال لي صيفط لي تصورتك واقفه ما صيفطلوش غضب. علاش اختي غضب؟ شوفي انت علاش غضب؟ علاش غضب اختي؟ لحقاش كان باغي يشوف لك كسوتك قداش باش خيط لك جلابه ويجيب لك تصلي بها يقول لك تقبل الله يا اختي وفي الله. راه بين اختي علاش غضب؟ لحقاش كان باغي يكحل يشوف لاطي واش تصلحي له ولا ما تصلحيلوش. الوغ شوفي كاع النوع اللي كيدخلك بهاد الدخلات نتاع صيفط لي تصويرتك نتاع ديري ابي الفيديو راكي فاهمه ولا نتاع شنو راكي لابسه واخا هادو نتاع العصر الحجري ولكن باقي هاد النوع المكلخ هذا ولا ديك اللقطه نتاع راكي ناعسه ديري لي بلاصه هاد النوع مساكين نتاع نتاع جيل الجاهليه انا بعدا كنسميهم يا اختي. المهم كلشي كيبان شي ربي كيعطيكم ديسين بلي هاد الانسان ما صالحش وما كتفهموش كتجي عاد تسولك علاش اختي ما زاد غضب عليا ولا بلوكاني ما صيفطلوش تصور. شوفي انت علاش شوفي انت زعما واش ما عندكش العقل ولا شوفي انت شوفي انت ولا دوك اللي علاش كتيقوهم علاش كتيقوهم كيجي عندك كيقول لك زعما المشكله الامور باينه ماشي كدير راسك حمار باش ما تفهميش بحال ديك اللي كيجي عندك كيقول لك يلا نخرجوا كتقولوا نخرج كنقول لك لا نتلاقاو عندي في الدار نكلسوا اليز نكلسوا اليز يلا نمشيو نجلسوا اليز برا والشمس والناس تشوفك ونجلسوا اليز نتفرجوا ما نديروا حتى شي حاجه غير نتفرجوا. انت كنحمره زعما غادي تيقيه من نيتك انت او فون دو توا عارفه اللي كاين وكتمشي لعندو فتي كتجي كتقول لك راه ما كنتش انا ناويه على هذا الشيء خذالي شرفي وما كنتش ناويه على هذا الشيء نو والله ما كنت لا واش كنتي ناويه الحبيبه ديالي واش كنتي ناويه زعما فين غادي يشدك شعرك يبقى يضفر لك ولا مانيش فاهمه انا زعما تفكير كيجي لعندك زعما بحال ما كاش البلايص فين تجلسوا ما كاش البلايص فين تفرجوا الا في دارو وضح زعما على اساس كيدير راسو كيخاف على السمعه ديالها. انتي مرتي انتي مرتي ما نبغيش الناس يشوفوك معايا في الزنقه الدار فلانه ما نبغيش يشوفوك معايا الناس الدار وانت راكي مرتي انتي حلالي شرافي شرفك من شرافي وسمعتك من سمعتي يا اختي. ما نبغيش انا الناس يهضروا فيك ويقولوا لك داك انا نهار نتزوجك انا ما نبغي غير نمشيو للدار ما يشوفنا حتى واحد غير نمشيو للدار ما يشوفنا حتى واحد نجلسوا على خاطرنا ونعنق حبيبتي وهادي زعما او لا لا وهي كتاثر غير قولها عندي كون تفرج صافي كتمشي مسكينه ما كتبقاش تفكر بوراء الطبيعه. والله العظيم زعما كيفاش كتيقو زعما الفكر اللي عندك باش كتيقي زعما باش كيمشي كيقول لك هاد الهضره ولا فاش كيمشي كيبغي يجبدك باش تعطيه داك الشيء كيبقى عليك انت راكي مرتي وانت راكي حلالي وانا غادي نتزوج بك انا ما يمكنش انا تشوفي فيا واش انا غادي نخليك لوحده اخر ما يمكنش نخليك لوحده اخر انت ديالي شار وكتلقى عليك ديك السلوكيه نتاع الرجوله وانت صافي كطيحي وكتبقاي تبكي وتدمعي وما كتوقع الواقعه كتبقاي تقول انا ما موالفاش نتا اول واحد. شوفوا اليوم غنشد فيكم شده نتاع النفس زعما البنات كيجيو يحكيو لي هاد الحوايج انا كنبقى ما عارف نضحك ما عارف نبكي كتبقى عليه البنت انت اول واحد في حياتي وانا ما موالفاش فلان عاد تبقى طيح الدموع في الاولى ما طيحتيش الدموع في الاولى في الاولى ما كنتيش تفكري فين كان دماغك ديك الوقيته فين بقيتي تفكري تما غير رومانسيه وكمال ونهان فاش قال لك رواحي نمشيو للدار زعما ما كانش فين تجلسي كاين غير دارو واحد نجلسوا على خاطر النار واحد نديروا الروم نتفرجوا فيلم وما نديروا والو غير نتفرجوا فيلم زعما انت منيتك انت هي الكذابه الزحات واش تكذبي على راسك ولا تكذبي عليا نجي او فون دو توا في داخل نتاعك عارفه باللي هو شنو باغي وانت حتى انت عارفه وباغيه وكتجي في التالي تبكي وتطيحي الدموع وديري لي الدراما ما ديريليش الدراما كوني مرا وتحملي مسؤوليه قلتها لكم ونعاودها لكم كيمشي يا اختي كيغرها بجوج كلمات دابا انت كتمشي كتعطي راسك ياكي
كتعطي راسك هكا فابور فابور يعني لله في سبيل الله. على الاقل هذيك الماتيرياليز كيما نقولوا راه عندها قيمه في عينيه، تعرفي علاش؟ لحقاش كيما نقولوا ما كتخليه يدي من هذاك الشيء حتى كتخرج له العينين، شتي الدري هكا كيفكروا. اما انت اللي كتعطيه داك الشيء بسهوله بفابور اش كيقول؟ كيمشي لصاحبي يقول له صافي هذيك بجوج كلمات طيحتها وديتها وديش منها اللي بغيت. انا كنقول لكم شكاين ابنتي وشكاين. اما ديك الماتيرياليز اللي كتقول لها على الاقل كيقول له او راه ما تعرف ولا راه اشيبتني وحطيت عليها قدا وقدا وقدا وقدا، ما انت كيصرخك الوغ انت يا اختي اللي كتيقي جوج كلمات زعما كتمشي هكا كيديك في المين والرحله جات تديك، هذا جاي يقول لك صافي روحي ما غادي نديرو والو غادي نقلتو كتمشي تيقي يا اختي ثاني ثالث وهما شيطان وش كتسنى يا الحبيبه ديالي صافي. ولا كيجي لعندك كيقول لك توحشتك وبغيت انا نجلس انا وياك ومنا، وكيدير فيها الرجوله وما يشوفوشنيش الناس معاك وما يشوفنيش هذا معاك وما يشوفنيش هذا معاك، بغيت انا وياك صور وما يديروش حتى شي واحد. كتمشي وكيبقى طال قال لك سلوكي صار ما تخافيش انا غادي نتزوج بك، ودابا دخلت عليك بلوش غادي يقول لك انا نضحك عليك، اكيد ما نقولش نضحك عليك، غايقول لك غنتزوجك وانت مراتي وانت حلالي، وغادي يبقى يضحك عليك بدوك جوج كلمات وانت طايره كيبقى لك غادي نسميه ولدنا. ولدنا اللي غادي نجيبوه كي غادي نسميوه؟ غادي نسميوه فلان، كي غادي نسميوه الولد اللي غادي نجيبوه حنايا؟ وكتبقي انت بنيتك شنو السميه حبيبه نتاع الولد اللي بغيتي نجيبوه؟ وغادي نجيبوه الولد يبقى عليك غير هكا بالسياسه يا الحماره حتى كتمشي معاه في الميل بلا ما تحسي وصافي، هو كد الخطه ما تنجح وانت كديري ديك التراجيديا في التالي، ومين كيتجاهلك كتجي تبكي. واش كيوقع مور ما كيوقع هادشي كيتجاهلك؟ علاش لحقاش صافي دا داكشي اللي بغا وجيتيه بالساهل بالمهل، ما جا خطبك ما تدار عليك لاك كيما نقولوا ما طلبتي شي حاجه غاليه وهادي وهادي، كتمشي معاه بسهوله هاكك صافي ما كيبقاش مقيمك، جيتي بسهوله وطحتي بكلمه وطحتي بجوج كلمات وصافي كيتجاهلك. علاش صافي دا داكشي اللي كان باغي وصل المراد ديالو وفاش كيبقى يتجاهلك صافي كديري انت الدراما العالميه المعروفه الشهيره نتاع النساء. الله ياخذ فيك الحق ديت لي شرفي وانت الوحيد اللي تقت فيك، وهذا ماشي العيب فيك، العيب فيا انا اللي تقت فيك، انا اللي حماره تقت فيك، انا اللي عطيتك شرفي وانا انا ما غاديش نسمح لراسي انا يا صافي اختي صافي. هاد الدراما المشكله راه كرهوك ما حسن فاش غتقول لها كتأنبي له الضمير، راه كان عنده ضمير ما غيدير لكش داكشي اللي دار لك، راه تنك دار لك داكشي ولعب عليك وضحك عليك راه ما عندوش ضمير، فبلا ما تحاولي تخاطبي الضمير ديالو الميت حيت راه ضميره مسكين ميت. واش كيدير؟ كيقول او صدعتيني كيضرب لك بلوك، ولا كيبقى لك راه عندي صحابي كيبقى يقمع فيك صافي ما تجيش تهضري معايا راه عندي صحابي راه عندي ما يدار صافي. هذيك التراجيديا نتاعك المعروفه حبيبه ديالي ديال كتبقاي تبكي وتحط الدموع والخنونه والعيب فيا، وكيما نقولوا شنو هذيك الكلمه نتاع ذنوبي على رقبتك؟ ذنوبي على رقبتك اختي، ذنوبك على راسك، ذنوبك على راسك اختي، قلتها لكم نعاود نقولها لكم، راه دالك شرفك يعني من يغتصبك. اما فاش كتمشي انت بكامل قواك العقليه بلا ما تمشيش تبكي وتشكي عليه غادي يجي غادي يقول لك انت بغيتي وانت بغيتي وجي شرد جدك من الشعر انت بغيتي صافي. دونك انت بغيتي تحملي مسؤوليه هذاك الشيء نتاع انت بغيتي دريك محسب غادي يحسبها تضحيه ويقول لهم هذيك مسكينه مشات معايا بلا والو بلا ما تطلب مسكينه بلا ما تشرط ومشات معايا غير فواحد فين ما مسكينه مشات معايا وجلست معايا هذيك بنت الناس الله يعمرها هذيك بنت الدار غادي نتزوجها كاش بقات تضحكي على راسك الحبيبه ديالي. هذيك ما كتسماش تضحيه، علاش انت تقولي له ضحيت وعطيتك راه ما كنشوفهاش تضحيه، علاش؟ لحقاش اون فوا نتيا كيما نقولوا هان عليك ديك التضحيه وهان عليك راسك وهان عليك داك الشيء اللي نتيا غالي عندك، الوغ سي نورمال غادي يهون عليه، فهمتي؟ الوغ طون كنتيا ما عطيتيش القيمه لداك الشيء اللي عطيتيه له هذه، الوغ ما عطيتيه ما تيشوفوش تضحيه، غادي يشوف واحد الحاجه اللي كيما نقولوا بارادتك غادي يقتلك وغادي يقول لك انت بغيتي وانت بارادتك وانا ما سيفت عليك حتى شي حاجه، انت بغيتي بقى عليها انا موافقه تقول لك ما تلعبي عليا العفه، انت اللي بغيتي وانت اللي جيتي انت اللي جيتي معايا لداري انا ما سيفتش عليك، ايوا روحي ديك الساعه هزيها ولا انتحري ولا تدخلي في الله. داكشي علاش نقول لك حبيبه ديالي من هذا الميساج كامل ما تيقيش ما تيقيش. داك اللي كيجي كيقول لك نمشيو نتقهواو ونمشيو نجلسو نتفرجو فيلم، على ما كان فين تفرج فيلم يا المجرم غير في دارك ها؟ هذاك اللي كيجي يقول لك انت مرتي وحلالي وانت من درك حلالي وراكي مرتي وتي ما فام ومانيش عارفه شنو اختي، ودي داك اللي كتحلي كيكون مع صحابو كيكون معاها وكيهضر مع صاحبو يقول له الو، يقول له صاحبو فين؟ يقول له راني مع المدام. انت كديري خلاص ديري يا قلبي يخ قضاها قضاها من قالك انتي المدام، وانا كنراك بعند كاع هادوك اساليب باش طيحي في الفخيه واحد العكونه، وانت كيعاد الو راني مع المدام، ماشي صافي كتحس براسك صافي انتي هي ملكتي الكون، راكي مزوجه بعنتره بنو شداد اون بيرسون. ايوا المهم هادو هما الحيل اللي كاينين، انتي مرتي انتي حلالي انتي غادي نديك انتي وغنجيب معاك الاولاد وكياكل لك الفم اللسان، وانتي كتمشي كتيقي على اساس زعما راكي مع من راكي واو واو. ايوا اختي نوضي جمعي راسك ما بقاوش
ما يبقاوش اختي يلعبوا عليك بهاد الحيان تاع يلاه ما نديروا والو، يلاه نشربوا قهوه، يلاه نتفرجوا، يلاه نجلسوا على خاطرنا. اختي نقول لهم نجلسوا على خاطرنا فواحد البلاصه فيها الناس وفيها اون بلان بوبليك، غادي نجلسوا على خاطرنا ما كاينش لي ديرونجينا، قهوه كافي جرده كاع ما فيش. اختي للدار انت وياه وانت راس فراس، باش ما تجيوش تقلبوا لنا المخ تقولوا لنا دار لي ودار لي وما كنتش ناويه. لا كنتي ناويه، ما تضحكيش عليا، ضحكي على راسك ما تضحكيش عليا، ضحكي عليهم ما تضحكيش عليا، حيتاش انا عارفه مزيان شنو يدور لك في الدماغ. كتكوني عند ماشي عندهم وجد راسكم صايبه كدير راسك ما باغياش، كتجي ما تضحكيش عليا، ضحكي على راسك، ربي عارف شنو نيتك. اون فايت دي داكشي صافي. وغادي تشوفي واحد الانسان واحد اخر، غادي تكوني تشوفي ابو شهاب بالحراره، غادي تولي تشوفي ابو لهب والله العظيم. ايش غادي نقول لكم؟ لله الا محمد رسول الله. هذا الشيء اللي كاين، ما تبقاوش تثيقوا الهضره، ما تبقاوش تثيقوا الكلام الحلو، ما تبقاوش تثيقوا ديك ما فام هذا، راه كلشي كيقولها هذيك كلشي. سولوا اي دري غادي يقول لك، يقول لك اختي ما دري ما تجي تضحك عليك، غادي ما تجي يقول لك غادي نضحك عليك، غادي يقول لك راني باغيك الحلال. راه اي واحد كيدير هذه الطريقه هذه باش يوصل للمراد ديالو، دونك وصل للمراد ديالو صافي كيدير لك اصطال ويغو، كيبدي يجهلك حاجه راها باينه الوغ ما توصلش لراسك اختي لديك المرحله نتاع انه الدري يمشي يدي منك ما بغى، يبقى يتجاهلك صافي، كيشدك من ديك النقطه نتاع الضعف نتاع شرف، كتبقى تبكي وتشكي، تبكي وتشكي، تبكي وتشكي، تبكي وتشكي صافي. هو واخا تبكي وتحط الدموع وتحط ما عرفتش ما غاديش يديها فيك، علاش؟ لحقاش صافي خدم لك داكشي اللي باغي. هذا هذه بيان سيغ الحرام ماشي الرجال، الراجل ما غاديش توصل معاه لهذه المرحله اصلا، ما غاديش يدير معاك هذا الفطايل اصلا، لحقاش راجل وغادي يتعامل معاك برجولته، مربينو الرجال وولد الاصل وولد الناس، فهمتي؟ الوغ اختي الرجال باينين ولاد الناس باينين، غير كتبغيو تتعاملوا وكتبغيو تسمعوا وكدير راسكم ما تفهموش. اما هو راه باين، اي واحد اللي يقول لك راه معايا للدار راه باينه نيتو، اي واحد يقول لك بقى صوري لي لاطي مانيش عارفه راه باينه نيتو، اي واحد يقول لك ديري لي بلاصه مانيش عارفه شنو ديك الهضره نتاع صحاب الجاهليه راه باينه نيتو. لحقاش ولد الناس غادي يبغي عليك المعقول كاع هاد الهضره، علاش؟ لحقاش غادي يخاف غادي يسد عليه هضره ناقصه في المستقبل، لحقاش غادي ينوي يدير معاك لافونير، غادي ينوي يدير معاك الحلال، غادي ينوي يدير معاك كيديرك مرتو في الدار، ما غاديش يمشي للمراه اللي يديرها في الدار يبقى عليها واش لبستي واش درتي وريني نشوف وريني وديري لي وفعلي، والله ما يديرها معاك، ما غاديش يرضى لحقاش غتكوني ماين ولادو ماين الاجيال اللي غادي يجي، ما غاديش يرضى يدير معاك هاد الحوايج باش ما تفهميش هضره ناقصه. اي واحد كيشوفك كاع اللي قيمتك ما غاديش يدير معاك هاد الحوايج باش يخاف تشوفي هضره ناقصه، لحقاش حاسب حساب المشاعر. اما هذاك كيدير معاك دوك الاجاس يقول دوك الحوايجك ما حاسبلكش حساب، لحقاش ناويك غير كيما نقول لك يشوفك غير هنا غير عند نيفو، غير يدي منك ديك الحاجه وكيمشي، ماشي شغلو شتي حاجه ناقصه ولا ماشي حاجه ناقصه، وكيبغي وكيبغي يسهل الغلط في عينك، كيقول لك والو عادي عيشي الحياه، بلا ما تخلي شي واحد يصغر لك الغلط في عينك، ديك النقطه نتاع عيشي الحياه وعيشي اللحظه، روحي وض الحرام عيشي اللحظه، حتى تقول لاختك تعيش اللحظه يا وض الحرام، الا بصح اختك نهار اللي تصرا بها ما تقولهاش عيشي اللحظه، تفيت تسلخمه وتسلخ هذاك اللي مشات معاه، بصح بنت الناس تقول لها عيشي اللحظه، عيشي اللحظه، عيشي اللحظه انت واختك، روح قول لاختك تعيش اللحظه وجي نعيشها ما عندك ماشي مشكل، الا قبلتي على اختك قبلها عليه عيش اللحظه، اخ اختي تلقي راسكم ما تخافيش راه ولا عادي هادشي عندك، اختي تقنعك بعادي بلا ما تحلي تقول لي عاد اختي راه ما عادي ما تلعب مش باك، ما راش سميتو جاكوم سميتها ماريا كلارا، اختي راه غير من خير انا با سميتو احمد وما سميتها فاطمه، اي بلا ما تبقاو تضحكوا على ريسانكم يبين لك بلي عادي. هذاك ولد الحرام كيبغي يبين لك عادي بالعاني باش ترخايلو تمشي معاه ايتو ايتو يدي داكشي اللي بغى، فتر يقول لك انا قلت لك ماشي عادي، واختو شوفي واش يديرها هاك والله ما يدير لها هاكك، والله ما يبغي عليها لحقاش اختو، تجي يقول لك عادي عيشي الحياه راه ولات نورمال وكلشي راه يعيش هذا الشيء، وانا عندي عادي وانا ما كان لا اسبري اوفر لا والو، الوجدي والمغربي اختي ما عندوش اسبري اوفر في هاد الحوايج قاوري، نقدر نقول لك عادي بصح المغربي والله ما عنده عادي بالله. ايوا اختي هذا جهدي عليك توقضي وردي البال لراسك، ما تبقاش تخلي اللي جاو مشى يضحك عليك بجوج كلمات يلاه معايا ونبغيك وانت مرتي وانت حلالي، هذا ما مثال عندك راسك هذا هيا ما تسواي جوج كلمات، ايوا نوض اختي توقضي وجمعي راسك ما تبقاش تشكي في انستغرام، نوضي جمعي من دور قالك الوقايه خير وين العلاج اختي، نوضي جمعي راسك الا فيك ما تجمعي. يلا اختي هذا جهدي عليك، سخفت انا غادي نمشي الناس وتهلاو في راسكم الحبيبات ديالي، وبيزو بيزو بيزو، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام كوين رجاء اوفيسيال وديروا لي فولو وتشوفوا لي ستوري نتاعي، حيت كندير بزاف نتاع لي ستوري على هاد المواضيع وكنجاوب مشاكل البنات في لي ستوري، الوغ دخلوا عندي نتسناكم، ما نخلي لكم انستغرام في صندوق الوصف. باي.